سؤال بهالفقرة، أنت قد إيه حلوة على 10؟ 10 ومظبوط معك كثير قوي. أوكي شو برجك ليه؟ جوزاء. جوزاء؟ آه هي هلا حلوة يعني بعد شوي حتقولي بالشعر؟ ممكن جوزاء. طيب بنتابع، أكثر ممثل بتحبيه وبتتابعي مسلسلاته؟ بنت ستيفاني عطلة. وإذا شاب؟ بيلفتك كتمثيل؟ انت ستيفاني عطلة عملتي لها فولو على فيا ودائما بتتابعيها. بس معتصم النهار. معتصم النهار نايس نايس. شركة انتاج بتفكري تتعاملي معها اذا فتحت اذا فتت بمجال التمثيل؟ فتحتي فتوحك قصدك بال شركة انتاج؟ مو بعرف صراحة. صلاح ايجل فيلمز. ايجل فيلمز ايه مروة جروب كمان. مروة جروب جربت. اوكي طيب بنتابع فنان بتحبي تطلي بكليب لإله غير اخرس؟ غير اخرس؟ اي اخرس خلص. اوف صعب السؤال. ادم نصيف زيتون. نصيف زيتون حبيت غنيته اخر غنيه له. اخر غنيه حبيتيها حبيبي وبس؟ ايه حلوه نايس. طيب منتابع مدخولي كله من ورا تيك توك ويوتيوب صح او لا؟ صح. صح بتطلع اكثر من 3000 دولار بالشهر؟ حسب يعني ما خص. فيك تقولي لي ما خص؟ لا هو ما خص عن جد ما خص. ممكن طلع ممكن لا ممكن يعني هالفترة انه ايه وهالفترة لا حسب. اوكي حسب ال قد ايه المينيموم؟ حسب المود اللي عم بتعملي قد ايه المينيموم؟ خلص بلا بنكفي انا جاوبت بنكفي يلا بنكفي بنكفي. فيك تقولي باس مرة واحدة ما قلتيها حنعتبر. شو بتحبي أكثر الفوتبول أم الفاشن؟ فاشن نايس. أكثر ساعة بال 24 ساعة بتحبيها مثلا الساعة 3 أو الساعة 4 أو الساعة 5 عشية؟ 12 بالليل. 12 بالليل ليه؟ بيكون في كتير ترافيك على السوشيال ميديا وخلص بسردها على السوشيال ميديا وكل شيء هيك كل حالي. نايس حلو حبيت. بتحب الرواق؟ بتحب العالم؟ انا جيميناي فحسب مودي. حسب مودك ايه. الحلو انه بتعترفوا بحالكم اكيد عادي مقسومه. طيب كلمه بتعصبك؟ كلمه بتعصبني؟ انا كل شيء بيستفزني. ما في كلمه معينه مثلا حدا بيقول لك اياها؟ اوكي اوكي اي مكتوبه على الواتساب ولا اوكي فعليا؟ بوث بوث كلمة اوكي اف انا بعت لك اوكي يمكن ام سوري هو على كل اصعب المود. طيب اذا بدك تغيري شغله بشكلك شو بتختاري؟ ولا شيء. دكتور راتش اذا دق لك تيعرف شو عم بيعمل؟ اوكي خلص لكن لانه حطيناه من خارج؟ بركي حلو بس من خارج موضوع ايه عامل لك كاركتر بس لانه ما في شيء غير صراحه. ما في شيء غير. اوكي منتبه. اكثر انتقاد بيزعجك؟ شايفه بحالك؟ بيقولوا بس ما بيزعجني بالعكس بحب هالشيء. بتحبي انك شايف حالك؟ جسمي انه ضعيفة. ايف؟ عن جد؟ بس انت تستفز من هالموضوع بتجربي تنصحي يعني؟ بس انه ما بحب يعني حتى ان كان ضعيف ان كان ناصح ما بحب حدا ينتقد الجسم شو ما كان يكون. واو حلو هيدا نوع من التنمر وانت ضده؟ اكيد. بتتعشي عادة ولا بتحافظي على رشاقتك او بتاكلي سلاد؟ لا انا جيم وهيك وبت نايس حبيت هلا منتبه. طيب اي مهنة بالحياة بتقولي كل امرأة ما لازم تمتهنها؟ او تشتغل فيها يعني مثلا يمكن تلاقي انه الامراه ما لازم مثلا تشتغل ميكانيسيان نقي شيء. لا بحق لها اي شيء امراه اللي بدها اياها تشتغل ما خاص يعني اذا امراه ولا رجال ما خاص اللي بدك اياه حتى لو كل شيء بين بالك. كل شيء منتابع. اكثر مصمم ازياء بتحبي له تصاميمه؟ هلا انت عامله فولو لزهير مراد صح بتحب اكثر شيء؟ انا عم بنسى الاسامي وانت دائما عم تذكرني ما تعتقد نحن هون موجودين كرمال مين؟ صح. طيب منتابع. وصفي لنا حبيبك بثلاث صفات. ايه مين قال لي؟ حبيبك المثالي يعني يمكن انت هلا ما عندك حبيب بس انت كيف بتحبيك؟ بس عندك حبيب ثلاث صفات اوكي انت باس لا ما انت باس اوكي طيب لا بدي اقول طويل اوكي جيم وشوي تبكلي موديل يعني بحب وشوي اسمر بس مش كثير انا بيت الاسمر. طيب منتبه. خاصه بتكرريها كثير اف بتعملي هيك او بتعملي لا لا بس بتغمزي فجاه لا انت على اللايف مثلا ممكن تعملي شيء بتلعبي كثير بشعرك ممكن بتلبك فبصير تتنفس كثير في ناس بيلعبوا كثير بشعر بتتنفس كثير كيف طريقه التنفس مش حتزبط هلا بعد شوي هلا هتلبك شوي اصلا. طيب بنتابع. كلمه بتقوليها كثير بتكرريها على عرفتي؟ كيف ما احكي شيء عرفتي؟ عرفت؟ بنتابع. شو بتقولي لكل شخص بيكرهك بكلمتين؟
صار أنا كتير بيجيني انتقادات وما برد على حدا، يعني بالعكس بحترم كل واحد رأيه، وأنا بحب يعني بس بركز على اللي بيحبوني، ما بدي أقول لهم شيء يعني صراحة. نجم كرة قدم بتحبي تلتقي فيه؟ نجم؟ رونالدو. رونالدو قلت نعم. كثير صراحه رونالدو ولا الوهم. يلا واصلين على الوهم وبنشوف اذا حتصور حتكون وهم ولا حقيقه. قد ايه بيقولوا لك بتشبهي شاهكه من مسلسل تفاح الحرام؟ صار بيقولوا لي كثير. ايه مظبوط. ها كيف بتنزعجي؟ لا كاركترها مثلك بتحضريها؟ انا لما قالوا لي فتت لشوفك صراحه ما كثير بعرف عنها شيء، انه بس انا كثير بسمع. مره كثير قويه اذا فينا نقول بكاركتيرها بشخصيتها بالعاب اللي بتلعبهم بالخفايا اللي بتعملهم بدون ما حدا يحس فيها. انا فيك تكون شريره. انت فيك تكوني شريره. طيب لونك المفضل؟ بيبي بلو. بيبي بلو. ولونك اللي ما بتحبيه ابدا؟ تكرهي. وين كنت شايف نشوفك لبستي ممكن؟ الفسفوري. فسفوري. فسفوري. طيب نتابع منطقة بلبنان بتحب تضوي عليها؟ جنوب. نقي منطقة من جنوب. الصور. حلو. شو بتقول لكل الناس اللي ما راحوا على صور؟ اللي ما راحوا على صور تعوا على صور. شو الحلو فيها؟ خاصة بالصيفية بحر صور يعني معروف قد ايه حلو هيك، سو لازم يجوا بالصيفية. The best one. وهم. رح نقري لك هلا جمال، بدك تقولي لنا اذا هولي وهم اما معقوله يوما ما يصيروا. اوكي. اوكي؟ جي. بنبلش باول شيء، اغنيه من كلماتك والحانك. وهم. وهم ممكن؟ لا طيب مش من كلماتك والحانك؟ لا صوتي مش حلو. ما بتطلي بتغني مثلا ممكن شوي. جرب بحب بس انه كثير بدي اوتوتيوني. بدك ايه بدك شغل كثير يعني على الصوت. كثير بدي شغل. طيب تعالى تنسحب من تيك توك بسبب تركها لهاتفها مباشر وقولها كلام لم تتوقع قوله. يعني ممكن تكون تركها اللايف شي مره او منك عامله اند؟ وتقولي شيء؟ لا 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 في شيء بتخافي تقوليه؟ بنتبه. لا مش شيء معين بس ما بتعرف الواحد بس يعيش لحاله ما خلص وقت فاتح لايف فلا بنتبه كثير على هالقصص كثير اوكي بنتبه. بس نو واي تصير؟ لا ما بتصير نو واي. من شو بتخافي انه يسمعوا عم تقولي؟ اي شيء ممكن عم بكون عم بعمل اي شيء ممكن بحكي مع ماما لا لا ما بدي حتى افكر بالموضوع. اوكي لكن وهم مش ممكن تصير حقيقه. تعال تقوم بزياره كريستيانو رونالدو لاول مره ممكن تصير شنار او وهم تبقى؟ لا كثير ان شاء الله اكيد اكيد ايه. بتحب الثقه؟ لا لا اكيد ان شاء الله. حلو اكيد. صار تاكد المشكل الكبير الذي تعرضتي له تعرضت له تالا وهي مشوهه لا سمح الله. اكيد ممكن تعملي مشكل وتتشوهي من وراه؟ لا وهم خبيط لا لا انا بس بالحكي بحكي ما بقرب حدا. بتحكي بتستفزي انت عم تحكي؟ كثير اذا عصبتك أيوه. مشكله يعني انا هلا اذا عصبتك انت ممكن تقومي كف؟ لا مش كف بحكي بس تحكي؟ بحكي اذا حدا قال لك بشعه؟ لا هيك قصص ما برد عليها. ما شو اللي بيستفزك؟ قلت لك اوكي لا عم بس بمزح. غير كلمه لا اوكي لا عم بمزح. مثلا بشوف ممكن يستفزوك يعني شيء يخليك تقولي كلمات كانه ضربت حدا. ايه حدا مش ينتقدني بس يقول لي شو اعمل. يقول لك شو تعملي؟ ايه. اكنكم ما بيعملوا هيك الشركه؟ لا لا هن بينصحوني بيقولوا لي شو الاحسن الي بس يقولوا لي شو اعمل او انه هيدا الشيء غلط. لا انا اذا انا مقتنعه بشيء. بس مين قال لك انه رايك على طول هو الصح؟ انا ما قلت هيك، انا قلت انه انا اذا كنت مقتنعه بشيء يعني خلص يعني بالنهايه كل واحد رايه. فبحترم رايه بس هو بده يحترم رايي كمان. مجبور يحترم رايي. منتابع. من اللون البني للون الاشقر، هيدا هو شكل طالع الجديد. صح. حابه تعملي واو من وين حقيقه؟ لا مش من لتوقع. ما انا بلشت اصلا كنت كثير شعرك مثلي بس في يكون بلوندي يعني لا مش كثير لانه انه مش كثير بلوندي يعني شوي نص شوي. طيب كتاب خاص بالموضه بتنشريه بالمكتبات؟ حلو. بتعمليها؟ لا لا بتحبي تكتبي؟ لا قلت لك انا بحب اجرب كل شيء يعني ولا مره خطر ببالي هالموضوع ولا مره خطر ببالي هالشيء بس انه لا لا يعني فينا نعتبرها هيدي مش وهم ممكن انه تصير حقيقه. هذا لك طبعا.